وشوشة. احنا النهاردة بنعمل حفل تسليم أجهزة عرايس، بنجهز حوالي النهاردة 20 عروسة، جايب لهم أجهزة كهربائية. يمكن شايفة برضو معانا الناس موجودة والأجهزة، وإن شاء الله هيبقى فرحة كبيرة ليهم. نمس الدنيا جديدة، بنعمل دنيا جديدة الناس تفرح بيها، والناس يا رب يقدرنا على خدمتهم دايما. يعني احنا طبعا عملنا حفلة كده بسيطة للناس، طبعا الموضوع احنا مؤسس دنيا جديدة، وطبعا دايما بيدعمنا في الموضوع ده قناة النهار، بتصور معانا طبعا كل الايفنتات اللي بنعملها على موقع وشوشة. النهاردة طبعا نشكرهم ان هم برضه جم وغطوا الحدث النهاردة، ان حاجة بس عشان نوري للناس اللي بتتبرع في الجمعيات الخيرية التبرعات بتروح فين، وبنحفز الناس اللي هي عايزة تتبرع ان هي تشوف الناس بتعمل ايه، وبنساعد الناس ازاي، والناس بتفرح ازاي. حاجة طبعا تسعد اي حد ان هو يشوف واحدة بتفتح بيت جديد او بتتجهز محتاجة لو حاجة بسيطة حتى بنقدمها لها، لا دي بتبقى حاجة ممتازة جدا. اعلاناتنا موجودة دايما على قناة النهار وفي مجلة وشوشة، بننزل برضو اعلانات لينا العناوين بتاعتنا احنا في المهندسين، الموقع بتاعنا مؤسسة دنيا جديدة على فيسبوك، في العناوين وفي التليفونات وفي كل حاجة. اللي بيحب يتقدم لينا بيجي، بنعمل دراسة حالة، بنشوف ايه اللي محتاجه، بنبتدي نساعده في جميع المجالات، مش في الجواز بس، في العلاج، في الجواز، في المساعدات الشهرية، في موضوع الغارمين. فالبس اللي يعني يجي بس المؤسسة، واحنا ان شاء الله هنقوم بخدمتهم بقى. التبرعات طبعا احنا عندنا حساب في البنك الاهلي، حساب تصريح جمع المال، ده بيجي لنا عليه تبرعات، بالإضافة ان احنا اي حد بيتصل المؤسسة بنقدر نبعت له مندوب من عندنا للتحصيل في اي مكان، ما فيش مشكلة. فبنعمل دوت الحمد لله، واحنا بنصور وبنعمل الحاجات دي علشان نبين للناس التبرعات راحت فين، والناس تبقى شايفة ايه اللي اتجاب بيها، وخدمنا الناس ازاي، ويا رب تيجي تبرعات اكتر هنخدم عدد اكبر. ويا العملية كده لازم التكافل دوت يبقى موجود بين الناس كلها اكيد. طبعا في يعني لينك مع وزارة التضامن، طبعا ان احنا في مراقبة علينا دايما وزارة الضمان والشؤون الاجتماعية، دي حاجة أساسية. إذا كان في مثلا موضوع تصريح جمع المال الكلام ده، كل الحاجات دي بتبقى مرتبطة بوزارة التضامن. ما بنطلبش حاجة من حد يساعدنا غير موضوع التبرعات، بس بنطلبه من الناس اللي هي يا رب نقول إن هي تقدر تشوف اللي إحنا بنعمله دوت، تقدر تتحفز أكتر إن هي تساعد بشكل أكبر، ونقدر نخدم ناس أكبر وعدد أكبر. إن شاء الله عندنا يعني مثلا الأسبوع الجاي برضو جهاز عرايس في أسوان، ان شاء الله مسافرين اسوان، عندنا برضه حوالي من 10 ل 15 عروسه كده هنجهزهم هناك، احنا هناخد الحاجه ونروح لهم ونصور هناك، وفي حالات انسانيه برضه ان شاء الله هنقدر نساعد، وده برضه هيتصور بامر الله. دي حاجه كويسه جدا. عندنا في شهر 11 توزيع بطاطين ان شاء الله في سينا، في العريش وفي طابا، يعني ان شاء الله بنلف مصر كلها، مش مرتبطين بمكان معين، لا بنروح اماكن كتير، وان شاء الله ربنا يقدر. يكفي فرحه بني ادم، ويكفي فرحه عروسه تفتح لها بيت جديد، حتى لو ممكن يعني جوازه تبقى واقفه على ثلاجه، على بوتاجاز، على جهاز بسيط، ما فيش حد يقدر يفتح بيت ما فيش ثلاجه مثلا، او ما فيش بوتاجاز، هتطبخ ازاي؟ فالحاجات البسيطه دي كلها احنا بنقدر نساعدهم بيها، وبنقدر ان احنا الناس تشوف اما تفتح بيت ده حاجه جميله جدا، دي يعني فرحه كبيره جدا لاي اسره، سواء بقى في الموضوع الزواج، سواء في موضوع العلاج، اما طفل صغير محتاج علاج مزمن او علاج شهري، لا في مجالات كتير جدا الواحد يقدر يساعد بيها. طبعا يعني اتمنى الناس تقدر تخش على موقعنا وعلى صفحتنا تشوف المجالات اللي احنا بنشتغل فيها، واحنا برضو بنعمل تكامل ما بيننا وبين الجامعات التانية، الجامعات الكبيرة، ان احنا نقدر نساعد اكبر عدد ممكن من الناس، ونقدر نوصل في القرى وفي كل حتة، بنوصل للناس الحمد لله، وبنقدر نساعدهم بشكل كويس، ويا رب يقدرنا اكتر من كده ان شاء الله. وشوشة، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الادارة محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org